فراشه نتاع محرك 2 لتر دي سي اللي هو نتاع نيسان كاشكاي. هذا هو محرك رينو اصلا موجود في كاشكاي وموجود في رينو. هذه الفراشه حسس له هو بحذاها والجير حذاها، يعني ثلاث حاجات مع بعضها محطوطين في مكان واحد. هذه هنا منا فما ستارتر اللي هو دمر، وتحت منه مبرد الماء، وتحت منه ترموستا يعني، ومن هنا حساس الزيت. هذا في المحرك 3 لتر كاشكاي. الفوق هذه المسطرة اللي هي الرامب فيها حساس الديزل، والبخاخات الأربعة يجوا لفوق هذوما في المحرك هذايا 2 لتر نيسان كاشكاي نتاع سيارة 4x4 4x4 4x4.